لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bir de eski hesabı değil mi ona? Az olan hesabı, bir de çok olan hesabı var.
دلوقتي يا جماعة من البيت للمول شايفين؟ وصلنا كل حاجة موجودة هنا. من البيت بقى للمول دقيقة. دلوقتي احنا رايحين المول يا جماعة. شايفين المطاعم؟ المول يا جماعة. تمام. ده جاي مع المول اهو. المول اللي جنب شقتكم بدقيقة واحدة بالعربية، 3 دقايق مشي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين يا جماعة ما شاء الله هنا دي هو احنا عايزين ايه يكون ايه جنب شقتنا مكان نتسوق فيه احنا واولادنا واسرتنا نشتري الملابس ناكل في احسن المطاعم وباسعار كويسة. شايفين يا جماعة يقول لك هنا في ان دريم يعني 50% خصم كل بالاسر. الاسر هنا بيجوا هنا شايفين الملابس وكده. فانا شايف بسم الله ما شاء الله فرصه كبيره جدا. شايفين عرب كتير هنا بيتسوقوا. يعني انتوا اللي يقول احنا عايزين نروح المول الكبير هنا في كل حاجه ما شاء الله.
خمسة. نرى يجد جز؟ كل ده يجد جز لفين طرف بقى خمسة. اها. أبو مدى خميرة تايت. اه. بقوا ينكتشين ينكتشين. شوفوا يا جماعة هنا. حتى هنا في المجمع شايفين البنوك. بنوك. وهنا ملاهي للأطفال شايفين؟ دي ملاهي للأطفال كبيرة. خلينا في البداية نسمع الناس والحبايب اللي ثقوا فينا والكل سعيد ويا رب خيرهم يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا. وجدت من الثقة لا يبحث عن المادة يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة وأنا أنصح التعامل معه جدا علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعر وهو له وضع يعني خاص هنا وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة يعني حتى لو الفرنسي برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحة على الطابو خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة. والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين. والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك. ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي. أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي. يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم. والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي. شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة وكفونا نصيحة ما حسينا بغربة ما حسينا بشيء. حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديده اشتريناها من خلال الاستاذ علي وشريكه التركي. مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة. الحمد لله اللي شفناه اللي لمسه منه كل خير صراحة. أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين. أتمنى لكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل.
يعطيكم الف عافيه ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما عندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي جناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال. Evet lütfen. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نكولي كويس، بناخد النسبة
المعروف عليها هنا في تركيا العادلة، كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله، واتطمنوا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.